وبالخيرات دائما في كلمة مسجلة عبر الفيديو خلال الجلسة الختامية للدورة الثانية لهذه المناظرة الوطنية، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بن موسى أن إصلاح منظومة التربية والتكوين يجب أن يأخذ مكانته الحقيقية في المشروع المجتمعي للبلاد. وأضاف السيد بن موسى أن تمكن المتعلمات والمتعلمين بصرف النظر عن وسطهم الترابي من اكتساب المهارات الأساسية يساعدهم على الاندماج في الحياة الاجتماعية.